أخبار المغرب، أهلا بكم، وهذا أبرز عناوينها. عاجل ومفرح لجميع المغاربة، وصول أنابيب وهليكوبتر من أجل نقل الطفل ريان. والآن إلى التفاصيل، ولكن قبل ذلك ما تنسوش ديروا جيم باش يوصلكم كل جديد. أفاد مراسل لقناة أخبار مغربية اليوم الجمعة أن عمليات الحفر لممر موازي للبئر الجاف الذي سقط فيها الطفل وصلت إلى العمق المطلوب، حيث وصلت أنابيب معدنية لإخراجه. كما أوضح أنه هذا الممر أو النفق عبر الأنبوب سيمكن فرق الإنقاذ من سحب ابن الخمس سنوات. إلى ذلك أضاف مراسلنا أنه سيتم إدخال أنابيب بشكل أفقي عبر الممر الموازي لموقع ريان لإخراجه عبره. وفيما يترقب ملايين المغاربة خروج الطفل حيا، أكد والده بوقت سابق لقناة أخبار مغربية أن ابنه كان لا يزال حيا صباح اليوم، لافتا إلى أنه يتنفس ويتحرك قليلا. نشكركم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.